منازل كانت للصلاة والتقى، بيوت ليس لها نظير وليس لها مثيل، منازل كانت للصلاة والتقى وللصوم والتطهير والحسنات، منازل جبريل الأمين يزورها، يعني مهبط الملائكة. الإمام الحسين عليه السلام لما طلبت منه البيعة قال: نحن أهل بيت النبوة وأهل بيت الوحي ومهبط الملائكة، هذه كلمته عندما رفض البيعة وأعلن الثورة. من الشواهد قال: نحن مهبط الملائكة. منازل جبريل الأمين يزورها. شو تقول؟ يزورها بكيف لو بأمر من الله؟ مأمور. وين البيت اللي يزور الملك؟ وين البيت اللي يسكن به إبليس؟ قد فرق. إذا نساوي بيناتهم تلك إذا قسمة ضيزى. منازل كانت للصلاة وللتقى وللصوم والتطهير والحسنات، منازل جبريل الأمين يزورها. من الله بالتسليم والرحمات قفا نسأل الدار التي خف أهلها. وين راحوا؟ ماذا صنع بهم الزمان؟ سوت بهم الدنيا؟ قفا نسأل الدار التي خف أهلها، متى عهدها بالصوم والصلوات؟ قبور بكوفان وأخرى بطيبة. عندك عبرة للزهرة؟ عندك عبرة لأم الحسن؟ عندك حاجة يمها متعطلة جايها وأنت مغموم مهموم محزون مكروب مريض؟ عندك مريض؟ يا الله يا الله يا الله، افتح قلبك الليلة الليلة. أول ما نريد نبدي ويا الزهرة نحكي ويا أم الحسن. أولادها مشتتين، عائلتها مشردين، وين بتها زينب بهيك أيام؟ وين ابنها زين العابدين؟ وين بهيك أيام؟ راح يدخل على يزيد، راح يدخل على الظلم، راح يدخل على الشماتة. قفا نسأل الدار التي قفا يا
نسأل الدار التي خف أهلها. وين راحوا؟ وين مشاوا؟ يلا بعد جاهز انت، عبره بصدرك، عبره بصدرك. يا متى عهدها بالصوم ويا بعد بعد يا الصلوات قبور بكوفان واخرى بطيبة وأخرى بفخ لها يا صلواتي. يسمعك يسمعك. وقبر ببغداد أنا مريت بالطريق على باب الحوائج والجواد، قلت له سيدي رايحين للمجلس، مجلس أهلك، مجلس آبائك وأجدادك، ها يا وجيها عند الله. وقبر ببغداد لنفس زكية. ون الباب الحوائج تضمنها الرحمن في عفية الغرفات على البعد على البعد. وقبر بطوس يا علي بن موسى الرضا، وقبر بطوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء في يا الزفرات. هذا البيت هذا البيت، وخل نقرأ بيت الحاجة. ها أفاطي أفاطم لو خلت الحسين مجدلة. هاي الونة تختلف الونة تختلف، ها وقد مات عطشانا بشطي هي فراق. اريد منك ونة ترها، يلا ابويا ونة ونة. افاطم اذا لطمت الخد فاطم عنده واجريت دمع العين في شباب الوجنات. يلا ابويا هسه بعد ونة بعد ونة، بس شوية ها، طلع حيلك طلع حيلك. اسمع الزهرة الزهرة شو تقول؟ أدور أدور على المجالس وين ما والنصب عزا ويبكي على. يلا ابويا ترى كلكم كلكم معزين، كلكم نشامة هالعزاء هالعبرة. نحكي ويا الزهرة ترى، هاي الكلمات مو عبث، هاي ايدك وصوتك ايدك وصوتك. يلا ادور ادور بالمجالس وين ما وين والناصب عزا ويبكي على. اجيت الزهرة تقول اجيت وياكم انا واهمل العين وادور كل مكان البعزية بعد بعد
أدوية أدور على المجالس والليل أطمو أنا أحضر كل مجالس به تنعون شنو أريد أسمع على ابني شراح تقرو يا ابني يا ابني أنا الوالدة والقلب مالو حقها حقها الزهرة حقها أنا الوالدة والقلب مالو والله مالو وادور عز ابن حسين كل يوم أوالي على ابن المات مظلوم والله مظلوم عطشان من الماي محروم هاي عطشان من الماي يا محروم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بهاي أنفاسك بهاي عبراتك اقرأ معي اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم العن العصابة التي جاهدت وشايعت وبايعت وتابعت على قتله ثلاثا اللهم العنهم جميعا اللهم العنهم اطلبوا حوائجكم.